زون ميكس. رجعنا لكم من جديد في زون ميكس في جزءنا الثاني اليوم، ونبدأ نستقبل ضيوفنا بالتليفون. الضيف الأول معنا السيدة قيسة خنفير، رئيس رابطة أحذاء النادي الإفريقي واحدة بالمساهمين في جبهة الإنقاذ الخاصة بالنادي. سي قيس أهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا سلام، مرحبا بمستمعي إكسبريس. شنو أحوالك سيدي لاباس؟ شنو الأمور؟ الحمد لله الحمد لله. به سي قيس، كان لكم اجتماع اول حاجه الساعه هذه مع وزير الشؤون الشعبيه والرياضه، حابين نعرف شنو تلقتوا بالضبط في الاجتماع هذا وشنو حكيتوا بالضبط. لا، ثلاثه نقاط معناتها مهمه حكيناهم على الوضعيه الحاليه نتاع الهيئه هذه بعد ورود اعتقالات الهيئه منحل. شنو لازم يصير من بعد، معناتها اللي قلنا دخلنا في مرحله قانونيه بامتياز اللي لازم معناتها ضمان فتح باب الانخراطات وضمان زاد كيف البروسيسوس الكتورال بلس الجلسه العامه الانتخابيه ب معناتها ان بروسيسوس يبدا كلير واضح من غير تعقيد، باش نسكروا باب التاويلات ونسكروا باب كيما نقولوا التجريح ولا القدح ولا حاجه هكا، باش نتعداو، خاطر نحن اليوم في مرحله بين المرحلتين، باش نتعداو المرحلة الثالثة والأخرى بأكثر سلاسة، وباش تكون معناتها كيما نقولوا لا ترانسميسيون نتاع المسؤوليات تكون زاد كيف بطريقة منظمة. والنقطة الثالثة هو شنو طلبات معناتها رابطة الحبان الإفريقي وزاد جبهة الإنقاذ اللي هي من مكونات رابطة الحبان الإفريقي من مكونات جبهة الإنقاذ. طلبات نتاعنا يعني هو احترام القانون الأساسي واحترام القانون، زاد كيف القطع مع ثقافة الأثلات من العقاب، وكيف كيف تفعيل آلية الرقابة على خاطر نادي إفريقي يتمتع بتمويل عمومي. قلنا مع تسير رقابة على مع استعمال الأموال العمومية في نادي إفريقي. هذا شنو الوعود تلقيتوها من الوزارة؟ العود من الوزارة هي احترام القانون مع قانون المنشآت الرياضية، وزاد كيف ما تعرف انت يا سيد الوزير، قام جمله من اللقاءات، قام لقاء مع كبار الداعمين، قام لقاء مع المسيرين، قام زاد كيف لقاء مع هيكل من الهياكل اللي هي تنظم اللعبه، قام لقاء زاد بلقاء مع مكون من مكونات اللي يمثلوا الجماهير. معناتها السيد الوزير عنده اليوم تقول عليه نظره متعدده الابعاد اللي ممكن تخليه معناتها يطرح حاجه اللي تغلق باب التأويلات وتكون معناتها معناتها الناس كلها مرضي ترضي الأطراف الكل، وباش نتعداو من مرحلة إلى مرحلة. هذا هو باهي سي قيس، معناتها جوست كان جلسة الاستماع كاهو، ما كانش فما حاجات من الوزير معناها ديسيزيون خفاهم ولا وعدكم بيهم ولا حاجة هكا. هي جلسة استماع والوعود اللي هي النادي الإفريقي شأن وطني، وسلطة الإشراف حارثة لاحترام القوانين، فهمت؟ هذا هو. دونك نفهم من كلامك باش يتم معناتها الحديث مع بسام اليونسي في النقطة هذه حول حل الهيئة، خاطر أبرامون هو مازال متشبث معناها برئاسة نادي إفريقيا، رغم أنه معناتها الاستقالات وصلوا أنه الهيئة تعتبر منحلة معناها. وحسب القانون الأساسي الهيئة تعتبر منحلة، والاستقالات معناتها وردت على الكتابة العامة قبل ما هو يقيل الكتابة العامة. هو أنا نقول اليوم حتى نجم حتى نناقش كيفاش صارت الإقالة، خاطر هو عنده الهيئة، هو رئيس هيئة منحلة، كيفاش يصدر معناتها قرار بإقالة كتب عام؟ ولهذا معناتها أنا حتى لا ديسيجيون تاع الإقالة معناتها فيها زاد كيف نقاش، ولهذا الاستقالات وردت على الكتابة العامة وقت كانت الكتابة العامة كانت موجودة، ولهذا الهيئة اليوم معناتها كلي باروا دو فات وقانونيا منحلة. هذا هو. اللقاء ايضا كان مع محمد بوصيان رئيس اللجنه الوطنيه الاولمبيه، كيف تناول هذا الشان في الملحه هذا والف مواضيع اخرى اللي تناولتوها مع السيد محمد بوصيان؟ سيد محمد بوصيان معناتها الحاجه الوحيده قال لنا معناتها سلطه الاشراف هي الوحيده المخوله باش كيما نقولوا تعطي الجانب القانوني للتمشي والبروسيس هذا الكل. هذا هو. حسب ما علمنا انكم حددتوا موعد ظهر لي مع الجامعه اول الاسبوع القادم باش تحكيوا على ملف تنظيم الانتخابات، وظهر لي تنجموا تلقاو تيران دونتونت بيناتكم. ظهر ما عندنا حتى موعد مع الجامعه، ونحن لا يهمنا الهيكل اللي باش ينظم الانتخابات، نحن عندنا كيما نقولوا المحطات الثلاثه هذوما لازمهم كيما نقولوا الناس تحترم فيها القانون الاساسي والقانون
والقانون العام. المحطة هي الأولى، هي فتح باب الانفراد، دوك لازمها العملية تكون مراقبة نتاعها من أبناء النادي. ثاني محطة هي قبول باب الترشحات والحملة الانتخابية، وزاد كيف إذا كان فما طعون واحترام الأجال، وشكون باش يعمل الفرز، وشكون باش يعمل البيان الختامي لقبول الترشحات. والمحطة الثالثة اللي هي الجلسة العامة بجدول أعمالها، اللي لازم يكون جدول أعمال معناتها اللي منظم، ولازمنا نعملوا جلسة عامة تاريخية متاع المئوية باش نتعداو كما قلت من مرحلة الفوضى التشريعية إلى مرحلة إن شاء الله تكون مرحلة الإصلاح والبناء. سألتك على الاجتماع خاطر حسب ما كان يتومي بفرحات المحامي أنه فما اجتماع معناها منذ قليل ظهر لي كنا نحكيو، عارفش ما سمعتش مازلت بالاجتماع أنت؟ أنا مازلت ما سمعتش بالاجتماع، يمكن الاجتماع مازال ما تأكدش، لكن الاجتماع مازال ما تأكدش، أنا ما سمعتش. باهي شنو موقفكم من الاجتماع لجماعة يوسف الشاهد ظهلي ومجموعة من مجالات النادي الإفريقي جبهة الإنقاذ، شنو موقفها من الاجتماع هذا؟ وإذا كنتم ممثلين فيه وإلا لا؟ جبهة الإنقاذ معناتها الموقف نتاعنا، نحن عندنا مواصفات للناس اللي لازمها تشد النادي الإفريقي، وعندنا زادة كيف أولويات. الموقف نتاعنا اللي الناس الكل تنجم تجتمع، والناس الكل تنجم تحضر روحها، اللي كان يحضر رواحهم، وإذا كانت تستوفي فيهم الشروط باش يترشحوا مرحبا بهم، والجمهور اللي ما ولا واعي شكون ضر النادي الفريق وشكون ما ضروش، والاقصاء باش يصير الصندوق. نحن ما اجتمعناش بهم، وهذا باش نقول، انا نقول توا فما برشا مبادرات صاروا، مبادره جبهه الانقاذ على مستوى الجماهير، مبادره لجنه الانقاذ على مستوى المسيرين، مبادره هذا كيف كيف من جماهير النادي الفريق بالخارج. ولهذا المبادرات هذوما نتاع التوحيد، توحيد الصفوف، تنجم تكون كان باهيه، وان شاء الله كما نقولوا كل واحد يتقدم بمشروع، يتقدم ببرنامج لانقاذ النادي الافريقي، كلهم مرحبا بهم. كان موجود مهدي الغربي اللي كان مساهم كبير في الاتحاد، معناها ما كان ينجمش يكون ممثل لكم انتوما؟ لا، هو في مهدي الغربي معناتها ممثل الاتحاد، وحتى في البيان اللي عمله، بيان عمله في المجموعه اللي صارت فيها معناتها البرنامج بتاع الاتحاد، في مهدي الغربي معناتها من ابناء النادي، ماذا بينا يلتحق بجبهه الانقاذ. حتى ولو ما التحقش بجبهه الانقاذ، اذا كان هو يقتسم معنا اهداف الانقاذ نقول مرحبا به، على خاطر هو مهما كان معناتها ساعي لانقاذ النادي. باهي نكمل معك اخر سؤال. كان موفما سوسيوس كانت موجوده معاكم في الجبهه هذه لكن انسحبت، نجموا نعرفوا اسباب الانسحاب نتاعهم؟ اسباب الانسحاب، نحن نتفقوا على الاهداف، اسباب الانسحاب على تفاصيل صغيره، وقلنا معناتها اللي الانسحاب مش معناتها معناتها مش متفاهمين على الاهداف، كل واحد باش يخدم على روحه في 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 اتجاه انقاذ النادي، وكل واحد زاد عنده اليات العمل نتاعو، ونقولوا وكهو هذا هو معناتها اللي هي شنو التفاصيل. نشجع الناس الكل، نحن نشجع الناس الكل باش يخدموا في اتجاه انقاذ النادي، في اتجاه هذا كيف كيف يعطيو يديفيوز ان ميساج دونيون للناس الكل. التفاصيل شنو هي بالضبط سي قيس؟ تفاصيل مختارف معناتها بعد ساعات في وسط مجموعه، ماذا بينا نحتفظ بالتفاصيل الداخليه. واضح. سينو فما خطوات قادمه باش تمشيو فيهم الايامات الجايه، نستناوها حاجه؟ الخطوات القادمه هو معناتها نقولوا نشدوا المسار الكل الانتخابي بدايه من فتح باب الانخراط الى الجلسه العامه، نفصلوه ونشوفوا انا هما معناتها بالتفصيل انا هما المحطات اللي لازمهم يصير فيهم رقابه، ولازم فيهم يصير ضمانات لسلامه المسار، باش نتعداو من المرحله هذه، باش ما تصيرش كما نقولوا لا طعون، باش ما تصيرش لا تجريح لا قدح في العمليه. ونحن معناتها كي باش نقولوا باش نقوموا معناتها باش نوقفوا الراي نتاعنا في الحكايه هذه، ونقولوا هاي شنو هو زاد كيف المواصفات نتاعنا في كما نقولوا الناس اللي باش يسيروا نادي في القادم في الايام القادمه، وزاد كيف شنو الاولويات نتاعنا من هيكله اداريه، من تنقيح قانون اساسي، من كما نقولوا منوال اقتصاد جديد، من اليات التنفيذ، هذوما هما كلهم نحن توا معناتها اللي باش نعطيهم للعموم، باش العموم الكل يقولوا شنو هو موقف معناتها جبهه الانقاذ من المرحله هذه اللي هي مرحله انا نقول قانونيه بامتياز، وايضا زاد كيف نحطوا فيها شنو الاولويات وشنو الضمانات باش نضمنوا سلامه المسار. سي قيس خنفير رئيس رابطه حبيبي الافريقي، واحده من المنظمين لجبهه الانقاذ في النادي الافريقي، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.
دونك نمشيو للموسيقى، وبعد ما زلنا مواصلين زون ميكس اليوم حتى 25 نذكر كان باش يكون ضيفنا في الساعة هذه.